أنعم وأكرم. أهلا وسهلا بحضراتكم، مجدد بكم الترحيب مع نجومنا ملوك التحليل في الاثنين العظيم، كابتن أحمد عز. يا كابتن أحمد أهلا وسهلا بك يا فندم. يا مساء الفل، إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. الشغل عالي والهاي كول والهاي نيك أنا معرفش أداء فيلم الهروب اللي احنا طالعين فيه ده النهارده، بس يعني تجيب صوت منديل من فوق ونجري صوت. بس احنا معانا ملك الشياكه يعني احنا ماشي الحال، احنا مقضيينها عاملين نفسنا شباب. ما احنا كنا شباب. انما الراجل الوقور النجم بتاعنا الصاعد لا صاعد لا صاعد دي زمان زمان دي كانت زمان خلاص، اللي عدى عدى طبعا معدي الناس. ها والله قرمشت معاك يا عمر يا عبد الله. لا وبقى هاشتاجات والترندات وبتاع وفلوس كتير. لا يعني بص الموضوع ده هيتعود. كل ما افتح البرنامج عندك الاقي عمر واقف على التاتش سكرين. انت عارف ان انا بدات اقلق على نفسي، يعني ما لاقينيش ولا عمر مكاني. اهلا وسهلا بحضراتكم قدام الجمهور الثالث مع عمر عبد الله. يا عمر منور الدنيا. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. عملت لنا انت شغل دراسات عالي قوي امبارح وبتاع ونرويج وقلق جامد. الراجل بقى اللي عمل الدراسات اتصل قال انا ما عملتش الدراسات دي. وصل لكم؟ انا كنت قلت من النرويج عشان يعني تبقى الدنيا في البعيد، بس ناصح برضه. ضرب واحده كده دراسات الحمد لله الحمد لله كله في المداري. كله في المداري. ايه طبخين ايه النهارده؟ طبخين حاجات كتير. النهارده احنا عندنا ازاي الاهلي فقد نقاط اخيرا في الدوري. وهل السؤال الرئيسي، هل ده كان بسبب بس الغيابات ولا وادي دجله لقى التوليفه والتركيبه اللي فعلا عطلت النادي الاهلي؟ طبعا عندنا كلام كتير عن الزمالك، وبالتاكيد اي جمله غالبا في ماتش الزمالك هنتكلم فيها هيبقى بطلها امام عاشور. يعني الراجل ايه، بندافع يبقى امام عاشور، بنهاجم يبقى امام عاشور. فامام عاشور معانا في كل الاتجاهات، وعندنا لعبه حلوه ان شاء الله الولتر بوالي، بس ايه خليها لوقتها. احنا اتفقنا ان احنا الناس هتشارك معانا النهارده في اختيارات الافضل، افضل هدف وايه تاني وافضل لاعب وافضل لاعب بالتاكيد. طيب في الجزء الاولاني احنا مخلي الناس تختار معانا افضل هدف بالظبط كده، وبعد الفصل اللي جاي خلي الناس تختار معانا افضل لاعب. مظبوط كده بالظبط كده. طيب يبقى الهاشتاج بتاعنا ما تنسوش عز عمر في جمهور الثالثة، ابعتوا لنا افضل هدف من اربع اهداف، صادق هدف الاسماعيلي، الجزيري هدف المولين عرب، وبيراميدز هدفي عبد الله السعيد ورمضان صبحي. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على اسبوع لان الجولات دخلت في بعضيها، في فرق لعبة خمسة وفي فرق لعبة اربعة وفي فرق لعبة ستة. جاهز يا كابتن عمر؟ جاهزين. يلا يا كابتن عز اتفضل. يلا طيب خلينا نتكلم في قصه ماذا فعل وادي دجله حتى ينتزع النقاط من الاهلي. انا مدرك تماما ان الجزء الخاص بالغيابات الكبير والرهيب اللي حصل للاهلي اثر سلبا على النتيجه، وان جزء كبير من التدريب معتمد على ان يبقى عندك اسلحه تعرف تحارب بيها. والاهلي افتقد للاسلحه الكتير بسبب الغيابات اللي حصلت، وبالتالي لما تعرض لازمه تكتيكيه لا بقى قادر يلعب بثلاثه ارتكاز، ولا عنده احتياط البلاي ميكر، ولا عارف يغير في طريقه اللعب على حسب اللي حصل فيه. بس اللي حصل فيه يستحق تحيه واشاده بمدرب وادي دجله بابا فاسيليو. حقيقي عايز تسقيفه على اللعب اللي لعبه على النادي الاهلي. لان انا بالنسبه لي موسيماني خسر الماتش ده تكتيكيا قبل ما يكون خسره بسبب غياب الاوراق، وده بعد الدفاع العالي اللي لعبه إيهاب جلال، الضغط العالي اللي لعبه حسام حسن. احنا شفنا التوليفة اللي قدرت انها تكسب موسيماني، وقدرت تكسب موسيماني ازاي؟ بانها ذاكرت موسيماني كويس قوي. بس في النهاية برضو ده تعادل سلبي. بس ده اكتر فريق ضايق الاهلي. ضايق الاهلي بقى ليه يا ابراهيم؟ لانه الفريق الوحيد اللي حرم الاهلي من اكبر ميزة فيها. ابراهيم عادي كده خلاص. نسيتوا اللي فات، نسيتوا الحلقه اللي فاتت. هاشتاج ايه يا جماعه؟ سايبينهم يتكلموا معايا كده عادي؟ انا ما اتكلمتش لسه. طب هتتكلم تقول ايه؟ انت عارف وانا عارف وعز عارف. لا عرفنا. كلها عارف. لا عرفنا هتقول ايه؟ في دوري ولا دلوقتي؟ لا دلوقتي. ماشي، ده السلطان ابراهيم، انت مش عارف الموضوع؟ السلطان ابره. عمر هيتكلم النهارده طول الحلقه وانت معاقب. مع ان انا وانا جاي كنت شايف العكس، بس الحمد لله يعني ربك بيكرم برضه. طيب اتفضل يا عز كمل. يلا بينا تعالوا نتفرج على الطريقه اللي بيلعب بيها الاهلي. والطريقه دي زي ما ليها مميزات زي ما فيها عيوب، وقدر ازاي
بابا فاسيليو يستغل العيوب دي. ماشي. يلا بينا. الاهلي يا جماعه بيلعب بطريقه فيها ضغط عالي، فيها ريسك ستوب، وقف هنا. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت كتير عن فكره ان الضغط العالي بيبقى بطله الاول حمدي فتحي. أيوه. وازاي ان في ماتش مصر المقصه صنع الجون الاول بالطريقه دي، وفي مباراه غزل المحله كان واحد من الاهداف بادي بنفس الطريقه دي، والراجل ده طول الوقت بيعمل اللعبه دي بنجاح وبيضغط عالي، فبيسيب في الاخر ديانج لوحده في المركز ده. كمل بقى اللعبه، وطبعا خلينا نتفق ان اللعبه دي لو محمد شريف كان اتصرف فيها بسرعه كان الاهلي تفوق وقتل كل افكار بابا فاسيليو مبكرا. ايه هي افكار بابا فاسيليو؟ الاهلي بيلعب بالطريقه دي دي في مباراه الوداد. ايه الطريقه دي؟ تجميع اللعيبه كلها، الجبهه اليمين بتضم لما اللعب بيبقى ناحيه الشمال تضم كلها للقلب بالمنظر ده. ليه؟ عشان نبقى كلنا ورا الكوره، فيبقى عددنا كبير فنضغط في مكاننا ونقدر ناخد الكوره بالعدد الكبير. ايه عيب الطريقه دي؟ ان الناحيه الثانيه فاضيه. تعالى بقى نتفرج على التركه الهايله اللي عملها بابا فاسيليو في ارض الملعب. ستوب هنا. الاهلي عامل ايه؟ مرحل كله ناحيه اليمين واللعب كان ناحيه اليمين. يبقى بعد ما احنا نقلنا الكره من عبد المنصف لقلب الدفاع اللي ناحيه الشمال نعمل ايه؟ ننزل الناحيه العكسيه. يلا بينا. شايف؟ نزلنا على الناحيه العكسيه. مين الراجل اللي هيستلم الكره ده دلوقتي؟ ستوب. ده السنتر باك. ده قلب الدفاع مش الباك اليمين. نزل لحد هنا، زايد لحد هنا علشان خاطر هو عارف خلاص ان هو الاهلي كان مرحل للناحيه البعيده، وبالتالي على ما الاهلي ما هيوصل هيكون هو عنده المساحه اللي يزيد فيها. ليه؟ لان الباك اليمين متسرسب ومتسحب من اول الهجمه وشغل اللقطه، وهتلاقي الباك اليمين استلم الكوره بمنتهى الاريحيه. هنا بقى في زياده عدديه لوادي دجله، فبقينا طالعين بمنتهى الاريحيه على الاهلي وقادرين نلعب عليهم باسنج جيم، الحاجه اللي الاهلي اصلا بيحبها. فانت حرمت الاهلي من اهم حاجه، انت بقيت عارف تمسك كوره على الاهلي وبالتالي اذيته. طيب هل دي حصلت مره؟ لا، اللعب كان ناحيه الشمال، فضل مجمع اللعب هناك وبعد كده قام نقلها لناحيه اليمين بنفس الطريقه. فيبقى التركه اللي حصلت بالشكل ده ساعدت وادي دجله انهم على الاقل ان ما كانوش بيصنعوا فرص فهم بيمسكوا اللعب عليك بشكل كبير وطول الوقت قادرين يدوروا اللعب. الناحيه الثانيه اللعب كان متجمع في اخر الجبهه اليمين، يبقى لما نحول هنحول فين؟ ناحيه الشمال. بالظبط كده، فده اللي حصل بالظبط. وبص الباك ليفت ياكوبو عمل ماتش جامد جدا، وبالنسبه لي كان من افضل لاعبي الجوله في هذا الاسبوع. يبقى التركه اللي عملها الراجل ده جامده جدا. وبص حتى هو لما في الشوط الثاني اللعيبه ابتدت تسرح قام ابتدى يشاور لهم، ايه يا جماعه؟ عايزين نبدل، عايزين نشقلب، نعمل سويتشات، عايزين نعمل السويتشات اللي احنا متفقين عليها. واللقطه اللي بعدها على طول، الهجمه اللي بعدها على طول، هتلاقي فعلا رجعوا تاني ينقلوا اللعب من اخر الشمال لاخر اليمين بنفس الطريقه اللي كانوا بيتحركوا بيها. وبالتالي موسيماني خسر في دقائق كتير جدا سبق الاحتفاظ بالكوره، فقلت فاعليه الاهلي لدرجه كبيره. دي نقطة مهمة جدا برضو، تدينا انطباع انه الراجل المدير الفني بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة كان بيلعب على افكار بيتسو موسيماني، بالتالي قتلها له. بالظبط، ده هيديني الافكار بتاعت انه المرونة اللي بيعتمد عليها المدربين في الدوري المصري. يعني الناس بتشوف الماتشات بشكل كورة وهجمة وبتاع، لكن الناس تاخدش بالها من التفاصيل اللي لسه عز بيتكلم عليها، هي ان انا يبقى عندي المرونة اتعامل مع افكارك انت واكسبك فيها. شفت ازاي تعامل بابا فاسيليو في الجزئية دي يا عمر؟ هو بابا فاسيليو من ساعة ما مسك دجلة هو باين ان هو عنده مرونة اكتر، كمان بانت عن تكيس. يعني كان جاي هو التضاد بتاع تكيس، تكيس جاي بفكر بينفذه ايا كان الفريق اللي قدامه. بابا فاسيليو جه حط ايده على الخلل، ان انت لا، في مباريات مش هتقدر تلعبها بنفس السيستم وبنفس الاداء وبنفس الطريقه، لان في فروق فرديه ما بين لعيبتك ولاعيبي الفريق المنافس. بابا فاسيليو لعب على النادي الاهلي في الطريقه دي في التحضير، وهو بيهاجم النادي الاهلي وكمان وهو بيدافع قدام النادي الاهلي. بابا فاسيليو لما شاف الاهلي تفوق بشكل كبير جدا على المقصه، لان شاف فريق بيبدا الكره من تحت، مدي الاهلي الاريحيه ان هو يضغط عليه ويستحوذ على الكره في الكاونتر بريشر، ضغط العكسي لما الاهلي بيفقد الكره بتتاخد منه ما بيوقفش ما بيستناش، بيضغط في ساعتها عشان يجيبها، وده عمل مشكله للمقصه في المباراه اللي خلصت بثلاثيه. نفس القصه قدام الاتحاد اللي لعب بشكل مغاير للمقصه، لكنه لعب بدفاع مفتوح ومان تو مان بطول الملعب، فهو ارى الفرقه فكرتين دول، المان تو مان اللعب بدفاع مفتوح بطول الملعب اللي ساب المساحات للنادي الاهلي اللي استغلها وكسب برباعيه. فهو بنى فلسفته
على قراءه النادي الاهلي، وده شيء مهم جدا. ان خلاص المدرب ما بقاش يشتغل على امكانيات لعيبته بس، بقى لازم اشوف الفريق اللي قدامي بيعمل ايه واشتغل له شيء اشبه بالانتي فايروس. لازم احط له حاجه تبوظ له اللي هو بيعمله ده، يوقف السيستم اللي الاهلي بيلعب بيه بالظبط، لازم اعطله. فكان العطله ان هو ولا لعب على الاهلي دفاع مان مارك زي الاتحاد ما عمل، ولا لعب على الاهلي هاي بريشر، وقف للاهلي بال4 5 1 طول ما الكره مش معاه. ده جزء بعد بقى ما بيفقد الكرة، عايز شرح الكرة هو معاه ازاي بيخلخل النادي الاهلي اللي بيروح ويجي. هو قدام النادي لعب بال4 5 1 او ال4 المفروض على الورق 4 3 3، لكن هو رجع الجناحين بال4 5 1 كومباكت موجودين، كالديرون لوحده هو الموجود قدام، قفل المساحات على الاهلي. ودي حاجه مهمه جدا لما تلعب فريق زي النادي الاهلي، ما تحطش مباراتك في مواجهه فرديه ما بين امكانيات اللاعب ده وامكانيات اللاعب ده، لان امكانيات الاهلي هتكسب فرديا، امكانيات الاهلي اعلى. فبالتالي لما تحطها مان تو مان زي ما حسام حسن عمل في ماتش الاتحاد، او تحطها مان تو مان زي ما عملها ايهاب جلال في ماتش المقصه، الاهلي هيفرق لان امكانيات الفرديه عنده للعيبه اعلى. فانت حط له سيستم خططي يعطل الامكانيات الفرديه دي، وده اللي عمله بابا فاسيلي. طيب ده شيء عظيم جدا. اخد شويه من الهاشتاج بتاعنا والسؤال اللي احنا طرحينه لحضراتكم له علاقه بالهدف الافضل. طب ما نسخن الدنيا شويه كده، نعرف اخباركم ايه، مين شايف من وجهه نظره هدف الافضل ايه، عبد الله ولا صادق ولا ايه؟ الاجوان حلوه قوي، وكل اسبوع كل ما تفتح ماتش وتلاقي جون حلو، الراجل يقول لك ده احلى جول في اصبر اتقل الماتش اللي بعده هتشوف حاجه حلوه، هتلاقي جول حلو اللي بعده جدا. الجول بتاع صادق لما جه بعد كده جه عبد الله السعيد يا خبر ابيض ايه يا جماعه الحلاوه دي، مراجيح مراجيح بس انا بختار جول عبد الله السعيد. بتختار جول عبد الله السعيد؟ انا بتفق معانا، انا امبارح عامل دراسه ودنيا وبتاع، يعني عبد الله جاب واصلا هدف. على فكره بالمناسبه حتى في الجول بتاع رمضان صبحي عبد الله السعيد ليه كريدت في 30% على الاقل من الجول، بس يعني خلينا نتكلم عليه في وقته وحينه. انا الحقيقه مختلف معاكم انتوا الاثنين، وانا لازم يكون عندي وجهه نظر مختلفه. انا شايف ليه؟ عشان انت طبعا عبقري. ايوه بالظبط كده. فانا عندي وجهه نظر مختلفه في الموضوع ده، انه افضل جول هو جول عبد الله السعيد. لا صح، دي حاجه فاتت علينا. بص هو فعليا الراجل اللعيبه كلها عماله تقع حواليه وهو بيمشي، عارف انت اللي هو عقله وصلب طوله وشايف عقله بارد. أيوة. هو كانه بيفكر سلو موشن. أيوة. وهم كلهم عمالين يقعوا مش عارفين. على فكره ده التعبير اللي بيجي في دماغي اول ما بشوف الكره مع عبد الله السعيد، هادي ولا في باله، تحس انه ما فيش جنبه حد في الملعب، تحس انه ما فيش اصوات حواليه، سابق الناس. هو بياخد خطوه بقى كان الناس تاخدها. هو سابق بخطوه. الجول بتاع رمضان صبحي جزء كبير منه من حلاوته ان عبد الله كان معاه الراجل اللي واقف بيامن المساحه الفاضيه لرمضان. فعبد الله قام راجع لورا فقام شادد الراجل معاه، عدى زي السكينه في الحلاوه. يا بص عبد الله عمل ايه، شادد الراجل معاه فضل الكوره خالص لرمضان. شكرا. على فكره عمل نفس الحركه دي في الجول بتاع تفتكر مصر وغانا. اللي كان هنا في استاد القاهره بتاع تريزيجيه، قصدي ايه بتاع تريزيجيه، بتاع ضربه الجزاء بتاع تريزيجيه. عبد الله عمل نفس الحركه دي، فهو لعيب ذكي جدا. خلينا نرجع للاهلي. طب اخد بس من الهاشتاج بتاعنا، انا ما خدتش لسه منه حاجه خالص. سعد حمدي بيقول مساء الخير يا ايما، هدف صادق هو الافضل عشان بيفكرني بالقاضي. محمد احمد مكي بيقول منور سلطان القرن، اشكرك طبعا. ما فيش وطبعا مش هنسى سلاطين الاعلام عمر وعز، افضل هدف هو عبد الله سعيد اللي انا بشبهه بهدف فتوح. عمرو خالد بيقول افضل هدف سيف الدين الجزيري، لعيب كبير قوي. سولا بيقول افضل هدف عبد الله السعيد وافضل لاعب امام عاشور، لسه هنخش في امام عاشور دلوقتي كمان شويه. سامح بيقول تحيه لملوك التحليل، وافضل هدف هدف محمد صادق، وافضل لاعب يعقوب ولاعب وادي دجله. هشام شباب بيقول هدف صادق. مساء الفل على عز وعمر وسلطان هيما، هدف صادق في أسوان أحلى هدف. في كمان أحمد بن أحمد بيقول هدف أحمد بن عماد، هدف صادق دي بروين الغلابة. طيب يبقى واضح أنه صادق واخد برضو. دي بروين كان قاعد على الدكة الماتش اللي فات. أيوه. فكرنيش بقى بالإسماعيلي، يلا. هو هدف صادق حلو جدا، هدف صادق برضو يعني متصنف كمان تصنيفة كبيرة وداخل الخناقة مع عبد الله السعيد. يلا كمل لك. يلا بينا. طيب إيه اللي خلى الأهلي برضو يبقى مش الاهلي اللي احنا عارفينه بسرعته في الهجمات؟ طبعا الاهلي راح على الجول كتير، وهنتكلم ليه برضو الكور ضاعت، بس انا اقصد ان في العادي الاهلي بيصنع اعداد اكبر من كده من الفرص. ايه اللي حصل بالنسبه للفريق؟ حصلت كذا مشكله. المشكله الاولانيه، خلينا نبتدي الفيديوهات. يلا. المشكله الاولانيه كانت القرار عند حسين الشحات. وحسين الشحات النهارده بيطرح سؤال مهم جدا للاداره الفنيه بتاعت الاهلي. ايه اللي حصل لك؟ بص ستوب. الكره اللعبه اللي فاتت دي هي انهي لعبه؟ وادي دجله بيعمل نفس التكتيك. نفس التكتيك، لكن في الشوط الثاني كان موسيماني بقى خلاص قراها. وبالتالي موسيماني برده مش قاعد نايم على الدكه. وقدر فعلا يقرا التكتيك كويس،
حسين الشحات فعلا بانتقاله للجبهه اليسرى عمل خطوره وهنشرح ليه. كمل بقى الصوره معانا، دجله حاول يعمل عكس للعب، قلب الدفاع الضرب اللي كان طاير علشان خاطر واخد الثقه، هنا حصلت القفله الغير مفهومه، قفله غير مفهومه، كان ممكن يتصرف احسن من كده بكتير بكذا سيناريو. ده ما كانش الموقف الوحيد، لما خد الكوره حسين الشحات ستوب، كان المفروض يلعب مع علي معلول، وهو الطبيعي انك تلعب مع علي معلول لان هي دي السهله، بس تمام يعني ماشي الحال، هو علي معلول نديك الوان عشان تدي له التو، الكره الشهيره بتاعت اجايي بتاعه ماتش مثلا سان داونز، انما في النهايه ولا اديتها له ولا اديتها للي جاي من ورا. فمبدئيا كان الازمه الرئيسيه، وطبعا دي كانت الهايلايت اللي خلت الناس كلها تنتقد حسين الشحات لان تصرف غير منطقي بالمره. دي كانت النقطه الاولانيه، ستوب بقى معلش هات لي اللقطه دي من اولها. طب ده اسبابه ايه الاول بس عشان نحط برده ليها اسباب؟ يعني قرارات حسين الشحات ما ينفعش في المرحله العمريه اللي هو فيها وفي مرحله النجوميه اللي هو فيها تكون كده، سواءها من الفتره بتاعت الكورونا ديت والاصابه، بغض النظر دي قرارات. ما عارف انت لو جسمه مش مساعده، لو بياخد مثلا عايز يدوس على نفسه ويضرب سبرنت ومش قادر، بس هو مش عارف يباصي لمين، وده مش طبيعي عند حسين الشحات. يعني انا مش بنتقد حسين بقول ان هو لعيب ما عندوش فكره، لا حسين لعيب كويس، عشان كده انا مش فاهم ايه الموقف. بس فاتمنى ان هو يعني ياخد الحته اللي احنا كنا بنقول عليها بتاعت عبد الله السعيد، البرود اللي يخليه يعرف ياخد قرارات احسن لانه لعيب كويس. انا بشوف ان حسين حاسس ان هو مش موفق، فعايز يعمل حاجه، وهو عايز يعمل حاجه كبيره، عايز يخطف لجوه يحط في البعيده بدل ما يلعب ال1 2 مع علي معلول، عايز يعمل حاجه صعبه، حاجه تفوقه يعني، حاجه تفوقه. بس في الكوره لما تحس ان هي مش ماشيه معاك سايسها، لعب زمايلك، لعب زمايلك، لعب السهل، سايس الكوره لانها واقفه معاك، العب السهل تكسب انت الثقه هتلاقيها مشيت معاك واحده واحده. ده احساسي، لان الغلطات زي ما عز بيقول هي غلطات بدائيه، غلطات ناشئين، بقرار مره ماشي مش موافق، الثانيه الثالثه، الكوره الاخيره دي هو واضح، يعني انا مش عايز اقول ان هو ما بصش حواليه، ما قراش الهجمه، انا رايح 5-2، اللمسه الثانيه طويله قوي، طويله قوي، هي كانت عايزه واحده مكان ما استلم يحط للي جاري وهو ياخد مكان، لان هيحصل عمليه دربكه لان هم 5-2. فانا بحس ان ازمه حسين مش فنيه على قد ما هي بالظبط، هو استلم هنا، هي واحده، الثانيه حط لاي حد جاي لك، حطها لاحمد ياسر ريان ثاني، لكن السنده دي طلعتك بره الجيم خالص. اوقف كسر من الثانيه لحد ما علي معلول يعمل لك الاوفر لاب وحطها له. هي دي برضو صعوبه انك تلعب في الاهلي، بتتحاسب على الكوره. اه طبعا، اوه من طبعًا. اول لحظه عشان كده ودي هنتكلم فيها على صلاح محسن. طيب اتفضل. فالنقطه الاولانيه قرارات حسين الشحات اثرت سلبا على فرص وعدد فرص الاهلي في المباراه. النقطه الثانيه احمد رمضان بيكم احنا كنا قاعدين انا وكان تامر اعتقد في الحلقه، تامر كويس يا جماعه، تامر كويس والله العظيم، ثلاثه تامر كويس والله يا جماعه. اه بس ايه زعل من ساعه موضوع جيرالدو يا جدع انت لا والله تامر بس عنده بعض الظروف الخاصه، بعض الظروف الخاصه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا. بس زي ما حضراتكم عارفين اللي مش معانا دوس على وشه وغرقه، عمر دايس على الخامس ومكمل يعني. وعايز اقول لك على حاجه، الكلمه دي لا عايز اقول لك، لا بس عايز اقول لك، انت شايف اللي جنب بتاع تامر عامله فيك ايه؟ مبهدلاك. انا صابر وراضي. عز عمر في الجمهور التالتة فين تامر؟ على طول. عز عمر في الجمهور فين تامر؟ حدش بيسال حتى مين عمر، هو تامر على طول. طيب يلا كمل. النقطه الاولانيه قرارات حسين الشحات، النقطه الثانيه احمد رمضان بيكم كنا بنتكلم على انه لعيب كورته كويسه قوي، لكن مشكلته ان هو قلقان من سباقات السرعه، وبالتالي هو كان عنده نوع من انواع التحفظ جاي من خوف ان انا اتقدم فتحاسب على غلطه مش بتاعتي. ماشي. يعني ان انا ازيد فتيجي الكره من ورايا فانا اللي اشيل الشيله. ماتش الاول اساسي وعايز يبان كويس قدام فرقته القديمه، فالقصه كانت صعبه عليه. بس هو حرم الاهلي من جبهه هجوميه. ازاي ده حصل؟ بانك هتبص معايا على الشاشه وهتبص ستوب، هتلاقي المساحه واسعه قوي على ان انت تبقى واقف هنا جنب الراجل اللي في رجله الكوره، عشان الكوره ما تجيش بالعرض، يعني المفروض الكوره تيجي قطريه قدامك. هتبان قوي في اللقطه اللي بعدها. شغل اللقطه، بص انت هنا ساعت شغل اللقطه بيفكر بس هيلعبها دلوقتي، هتلاقي انك ساعدت جاكوبسون وساعدت الجبهه كلها انها ترجع خلاص تقفل. تقفل والدنيا تتقفل، فنضطر نرجع. ستوب بقى، شايف الفدان اللي قدامك؟ تخيل لو ده علي معلول زق هناك، لازم شايف انا زق هناك بالظبط كده. انما احمد رمضان واقف زي كانه قلب دفاع ثالث،
وده فعليا عطل كتير الاهلي وهو بيحاول يضرب دفاعات متكتله. طب وده مش وارد تكون تعليمات من الراجل نفسه عز؟ ما اعتقدش الا لو الراجل حاسس ان هو عنده ازمه في السرعه وبالتالي طلب منه يثبت. فلو هو عنده ازمه في السرعه ما اعتقدش كانوا رجعوه يعني. ما اعتقدش ان لو هو عنده محددات تمنعه من اداء خطط معينه كان رجع. اعتقد ان دي قلق عند احمد نفسه المفترض انه يروح مع الوقت ومع الثقه. انما ده اعتقاد، ده انا مش معلومه، مش حتى محمد هاني لما بيبقى موجود بيبقى طلوعه اقل من علي معلول او اقل حاجه. بحس ان هو موسيماني عامه بيميل ان معلول اللي ياخد والباك التاني يفضل واقف على تلتين ملعب عشان يلحق يضم مع تلتين الدفاع. مش تلت تلات ماشي. لا هو اللي زاد عليها برضو ان بيكام متعود يلعب في الحته دي حتى مع منتخب الشباب، ففكره انه ياخد الخط اصله قلب دفاع كقلب دفاع بالظبط. طيب دي كلها الحالات. نرجع بقى معلش للحالتين اللي فاتوا دول. طيب فاحنا بنتكلم فاحنا بنتكلم في ان قرارات حسين الشحات يمينا كان في ازمه عند بيكم، يسارا كان في ازمه عند صلاح محسن. فتعالى نتفرج. ماشي يلا بينا. طبعا دي اللقطه بتاعت بيكم. بيكم زي ما قلنا لو كان قدام خطوتين بس، خطوتين يعني. اعتقد لو كان هاني كان برضو خد الخطوتين. على فكره انا شفت هاني كان بيعمل نفس الموضوع ده لما كان بيلعب ايام حسام البدري في اوائله يعني. عنده خوف، عنده سنه خوف. ستوب بقى، دي النقطه الثانيه. لو ده جونيور اجاي كان وقف على الكره لحد ما علي يوصل. حلو، بس صلاح محسن بيتصرف بصربعه في الكوره وهو عايز ياخد السهله، بس السهله خلت الهجمات ناحيه الشمال بتاعه الاهلي اقل قوه من وحده من الطبيعي. بص هتلاقي كل كوره بتجيله من علي معلول بيلف ويرجع بيها لورا تاني. فبص علي معلول ضربت السبرنت على الفاضي، باين هنا اكتر بكتير. هو المفروض استناه انما رجع بيها على الفاضي. ف عطل الاهلي فسح علي كتير يعني. بالظبط كده، فسح حتى اشاره علي باينه. ستوب بقى. طيب احنا اتكلمنا كده على ان اليمين كان فيه ازمه والشمال كان فيه ازمه وعند حسين الشحات كان فيه ازمه وكانت الازمه الاخيره عند بالنسبه لي محمد شريف. وقصه بالنسبه لمحمد شريف ان الناس بتقيم محمد شريف ان الراجل سجل اجوان فحطته في مصاف حسام حسن. حسام حسن يعني كبير كبير. حطيته في مصاف المهاجمين اللي هيكسروا الدنيا وهيبقى مهاجم مصر الاول وهي براحه. في النهايه الراجل لسه في مرحله تعلم وارتقاء واستفاده ولسه وبيلعب في مركز بالنسبه له لسه في حاجات كتير محتاج يتعلمها، واحده منهم الحاجات دي. خلينا نشغل اللقطه يلا معانا علشان نفهم القصه بالظبط. لا دي حاجه تانية. معلش القصه كانت بتاعت وليد سليمان. خلينا نركز هنا عند محمد شريف. ستوب. محمد شريف هو الراجل اللي جاي في الاخر ده. ماشي. محمد شريف الصح بتاعه ايه؟ انه يقطع للعمق، انت راس حربه مش وينج شمال. وبالتالي انت رايح بعيد عن الجون ليه؟ شغل بقى اللقطه. ما هو العمق مقفول. لا مش مقفول، لازم افتح. ما هو في مساحه اهو بين قلبين الدفاع. انا قصدي معلش هاتها من الاول، قصدي ان الطبيعي انك وانت بتجري انت بتجري ناحيه الجون مش بتجري ناحيه الجناح. بص هنا اللحظه دي هو كان يقدر اول ما الكره وصلت هنا يخش للقلب. هو غير اتجاهه كذا مره، رجع عظيمه كده هتلاقي هو غير اتجاهه، هو كان رايح لجوه بعدين رجع تاني اهو. بالظبط كده. بص على اتجاهاته، بص على اتجاهاته، هو بص على الراجل المساك بتاعه فكان رايح لجوه بعدين موه وخرج لبره. بس الراجل لقطه بطرف عينه، طرف عينه واقف كويس. بالظبط. حدد اقامته، حدد اقامته. فانت رحت بعيد. بص بقى اللقطه اللي بعدها مباشره ايه اللي حصل. موسيماني بيشاور له وبيقول له شريف اقطع للقلب. شريف دي كانت بعد اللقطه مباشره وبيشرح له على القصه بتاعت الدخول للقلب. طيب انت كان عندك ازمه شويه في مركز راس الحرب وكان عندك المشاكل اللي انا كنت بتكلم عليها. موسيماني اقسم بالله هقتلكم، انتوا عمالين ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا عمالين تقروا بس في موسيماني واشارات موسيماني واللي عايز. المخرج بتاع الماتش كان جرك جدا لانه كان عم جايب لنا يعني بابا فاسيليو كل ما يتنفس يجري وراه ونفس موضوع موسيماني. في حاجه هايله بصراحه يعني. نتمنى ان موسيماني اشاراته حلوه. موسيماني اشاراته حلوه في الكوره. فكره المدرب اللي قاعد بيتكلم مع اللعيبه على طول حتى في القرار مش في الشكل الخططي بس. دي حاجه كويسه جدا لان
اللعيب عامه بيحب اللي يكلمه كتير، اللي يفوقه كتير، اللي يديله النصيحه بسرعه عشان يحس ان المدرب مسيطر عليه. بالظبط، ودي نوعيه اللعيبه اصلا اللي دلوقتي موجوده عند الاهلي. انت بتتكلم في ان الناس بتتعامل مع اللعيبه دي كانها صفقات جديده، لعيبه عندها 27 سنه وجايه بتطلع نار من بقها. لا، اللعيبه دي كلها لعيبه صغيره في السن، لعيبه كويسه جدا، مستقبل الاهلي في خير، وفي نفس الوقت هم مدين عمق في القائمه اكتر من ممتاز، بس كل واحد فيهم محتاج شغل على حاجات كتير، وبالتالي عشان يوصل لاعلى ليفل ممكن وهيوصل له. والاهلي فكره انه بيكسب نقط وفي نفس الوقت بيطور اللعيبه، ده مكسب عظيم جدا جدا يعني، ودي اكتر حاجه الاهلي مميز فيها بصراحه في الموسم ده. طيب ناخد شويه بقى من الهاشتاج بتاعنا احمد عبد الحميد، اللي هو سلطان اسال عمر مرتاح على الكرسي ولا يجيب لك تامر بدوي؟ تامر ينور ويشرف، ده حبيبي يعني. أميرة استنى اخد الكرسي معانا، مش بيسال سؤال، انا جاوبت على السؤال. بس تامر حبيبي برضه. أميرة نادر، هدف عبد الله سعيد حلو قوي، عبد الله سعيد اصلا هو محور فريق بيراميدز. والله عز لقطه محسن، انا لما شفتها مع علول قلت نفس الكلام، فين جونيور؟ ده حسين. ولما بيبقى موجود جونيور برضو الناس بتقول برضو جونيور عنده مشاكل في جونيور اجاي عنده احيانا مشاكل في انه بيرسع الكوره زياده عن اللزوم برضو. صح صح. بس انت عارف جونيور اجاي مستو العبقريه ايه بالنسبه لي؟ مفيش لعيب موجود في في في, في بيعرف يهاجم بدرجه جيده، وبيعرف يروح على الجول بدرجه جيده، وبيعرف يرجع يدافع بدرجه جيده، وبيعرف يباصي بدرجه جيده. أيوة، هو مش ممتاز. الفتره الاخيره كان عنده مشكله في التمريرات. بص، هو ولا واحده من دول، ولا واحده من الاربعه دول. هو 10 من 10 ولا 9 من 10. بس ما فيش لعيب في السوق هتلاقيه عنده الاربع حاجات دول 8 من 10 فاهم، او 7 من 10. فهتلاقي ان هو اجادته لكل الحاجات دي مع بعض هي اللي بتميزه في الحقيقه، وهي اللي مثبته اقدامه في الفريق. ماشي، لسه باخد برضو من الهاشتاج بتاعنا. محمد بيقول مساء الفل على ملوك التحرير، احلى تحيه، وافضل هدف سيف الدين الجزيري. كريم وائل بيقول انا ملتزم بالعيش والجبنه والشاي باللبن عشان اتكيف بالاثنين مع الامبراطور السلطان والعبقري وملوك التحليل عمر وعز، وافتقدنا لتامر. هدف صادق ده عبد الله كباكا، هدف صادق واخد برضو يعني اهتمامات كتيره يعني. محمد احمد بيقول عمر اقسم بالله طلع محلل جامد جدا، بس طبعا عز مش محتاج كلام، تامر ما فيش غنى عنه طبعا، احنا بنقول ياخد مكان السلطان شويه. احسن جول صادق. ده انتوا هتمشوني. فين البلوك؟ ده فين بلوك؟ ايه ده بيعظم منكم انتوا الاثنين. بالنسبه لك انت والتالت. بالنسبه لك انت. لا انا ما عملش حد بلوك، مش عايزني. طيب ده انا استقبل بصدر الرحب. صح. والحلقه الجايه امشيكم كلكم وافضل قاعد لوحدي. ملك التحليل. طيب لسه بشكره طبعا. لسه طبعا مش مستنيين حضراتكم تبعتوا لنا على الهاشتاج بتاعنا علشان نختار الافضل من الاهداف. خلصنا كده الاهلي. عندكم اي تفاصيل ثانيه في الاهلي؟ أنا عندي إضافة بسيطة في الأهلي. اتفضل، عشان خاطر أخد فاصل وأرجع بعد الفاصل هنتحاول بقى للحديث عن ولتر بوليا ولا الزمالك؟ الزمالك. 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 إضافة واحدة في الأهلي، موسيماني عز اتكلم إن هو بابا فاسيليو أراه كويس وتفوق عليه جدا في البداية، لكن أنا يحسب لموسيماني بالنسبة لي إنه راجل قاعد على الخط ما بيهزرش، مش نايم. تغيير الخطة مش تغييرات على مجرد التغيير، تغيير الخطة أكتر من مرة في المباراة، بدأ 4 2 3 1، بعد كده عدلها ل 4 4 2. لقاها ما جابتش نتيجة في وسط المباراة، راح معدلها تاني، عمل تغيير تالت واربعة اتنين تلاتة واحد بفرود مش صانع العاب اللي تحت احمد ياسر ريان. كل ده تغييرات تكتيكية بيحاول ينشط الفريق لانه ارى العجز بدري. أيوه. ارى المشكلة بدري. ودايما المدير الفني، احنا في عندنا نوعين من المديرين الفنيين، في مدير فني بيصيب المشاهد والمحلل واي حد بيتابع كرة بالملل. مركز بمركز، فرقه وحشه يروح مطلع مدافع ومنزل مدافع، فرقه وحشه يروح مطلع مهاجم ومنزل مهاجم. انت هنا بتراهن على حاله اللعيب اللي نازل، بس انت كمدير فني ما عملتش حاجه. لكن في مدير فني بياخد كريدت بانه بياخد ريسك، بيغير من شكل الاداء، بيغير من التعليمات، وبيغير من وقفه اللعيبه في الملعب. ده بالنسبه لي حتى في ده موسيماني؟ موسيماني عملها في المباراه دي وعملها في مباريات ثانيه، حتى في مباراه الاتحاد لما جبنا التشينج ذا شيب وقعد يشاور في 4-1-4-1، هو على طول شغال وعلى طول بيغير من شكل الفريق اللي معاه عشان يفاجئ المدرب اللي قدامه، او على الاقل يجبر المدرب اللي قدامه انه يغير الشكل اللي مكتفه. هل موسيماني عبقري قوي كده اللي قاعد يقول لك ايه؟ مفيش مدرب عبقرين. معبقرين موسيماني قوي. انت عارف طبعا التعليقات. طبعا. انا بس عايز اجاوب على دي، يعني مفيش مدرب عبقري. مفيش حد عنده عبقريه في الكوره. في مدرب مجتهد، في مدرب ذكي بيعرف يفكر وبيعرف يجتهد وبيعرف ياخد الريسك. انا العبقريه بالنسبه لي في الكوره وقفت عند اليكس فيرجسون، واي حد بعد كده مدرب كويس، مدرب مجتهد، بس المدرب العبقري اللي وصل لدرجه الاختراعات في الكوره كان بالنسبه لي انا اليكس فيرجسون، في التطوير وفي الشغل وفي سخن على الاخر.
ده ولا ملاعينه بيب جوارديولا ولا مورينيو مدربين عظام جدا ولا اي حاجه عظام جدا مدربين عظام جدا انت محتاج كابتن رضا عبد العال انا عارف خلاص انا بقول عظام جدا المدربين عظام جدا لكن فكره العبقريه دي حاجه ده ليفل تاني خالص في الكوره العبقريه كمان في الاستمراريه والتطور والكلام ده كله فموسيماني مدرب كويس جدا مدرب ذكي جدا مدرب مجتهد جدا ده بالنسبه لي فعلا بيحاول انه يغير يعني معلش انا اسف في اخر الجمله هو ما نجحش انه يغير يعني ما نجحش انه يغير النتيجه بس يحسب له انه مش قاعد ساكت تغيير في تغيير في طريقه لعب في تغيير في انه يغير كل ده بيحاول انه يخلخل الموضوع ويخلخل الفريق اللي قدامه معلش طيب. انا هضطر بقى لفصل ولا يعني نجيب بقى طيب القصه بتاعت موسيماني وخلاص يعني الفيديو اللي, طيب اللي احنا كنا عاملين طيب, طيب. يا بس الفكره هنا انا عايز الناس تاخد الامور ببساطه لا احنا بنيجي نقول اصلا انا لو قلت موسيماني عبقري وبعد كده شال ثلاثه انا كسبت ايه ما كسبتش حاجه طيب خلاص فالناس اصلا انا ما فت ايه فانا ما ببقاش فاهم الناس متخيله ان انا هاجي اقول عليه عبقري ليه وبعدين انا لا قلت عبقري ولا ما قلتش عبقري احنا بنحاول نجمع المتشابهات ونعرضها ودي مذاكرتنا ودي طريقتنا في النهايه بقى انت شايفه عبقري انت مش شايفه عبقري بتاع حط تقييمك اللي انت عايزه بس في النهايه انا بعرض لك صحيح وكلها مرتبطه بمراحل يعني في النهايه قصدي هو مثلا دي بدايه الدوري وعامل هو ريني فايلر مش كان بالنسبه لنا وبالنسبه للناس كلها بيلعب كوره جامده جدا عبقري طيب اللي باع بعد كورونا لما الناس انتقدته هل ما لهمش حق لان هو فعلا كان عبقري ولا الناس اللي كانت بتقول عليه عبقري هي اللي ما كانش عندها حق لا وجهت النظر صح هو كان كويس وبعد كده ما بقاش كويس فده اللي بيحصل بس خلي الموضوع بسيط هو الحكم في الكوره على الحاله اللي قدام ده حقيقي هي الكوره طبعا بتعتمد على التقييم خلينا نقول حاجه دلوقتي خلينا نقول بس عشان برضو الناس عنيفه شويه دلوقتي على الانترنت فممكن تقول لك على فكره ده الاهلي ضيع كتير وانت ما جبتش الحاجات اللي الاهلي ضيعها تعالوا نشوف الحاجات اللي ضيعها الاهلي ماشي فنبص بصه سريعه على التحسن اللي حصل في اداء الاهلي في الشوط الثاني مع بيتسو موسيماني وكان السبب الرئيسي عشان نقفل بس الاهلي عظيمه وبعدين ما نروح لفاصل بالظبط وكان السبب الرئيسي فيه لا مش الكليب ده هو الكليب قبل الاخير يعني الكليب قبل الاخير بتتكلم فيه على الفرص اللي اهدرها النادي الاهلي هو دي هي دي كده هي دي بص طب ارجع معلش من اوله الفكره كانت ببساطه يعني حسين الشحات اتنقل وينج ليفت وكان السبب الرئيسي ان هو الملعب ضيق قوي في الشوط الاولاني بسبب الطريقه اللي بيلعب بيها صلاح محسن وغير طريقه اللعب موسيماني ما مشيش الحال ب 4 4 2 زي ما عمر قال فرجع ل 4 2 3 1 بس غير اللاعب اللي بيساعد علي معلول وحط له حسين الشحات فكانت النتيجه اولا الكوره الهايله دي اللي خلت محمد عبد المنصف حارس الجوله بلا شك ودي تاني كوره معانا وكانت برده ممكن دي لنفس الكوره هي في واحده برده التانيه شبهها بالظبط طبعا يا عيني الراجل كان هيحصل له حاجه نفسه الماتش يخلص وخلاص فاللقطه اللي بعدها حسين الشحات مره تانيه بيساعد في الجبهه الشمال وجود حد دايما في الجبهه الشمال فتح الملعب وساعد الاهلي انه يخترق بشكل جيد بشكل كبير لحد ما انتهى البنزين وبنت هنا ازمه رئيسيه كبيره جدا عند اللاعبين وهي ان مفيش بدله مفيش دكه بسبب الغيابات الكتير قوي فستوب خلى الاهلي يوصل لان في الدقيقه 90 متاخر او محتاج يكسب يعني ومفيش اي حد يساعد اي حد الفرقه خلاص فكت والموضوع انتهى ده كان بسبب ان مفيش ناس على الدكه تدعم الحاله اللي كان بيتسو موسيماني بيدور عليها لكن هو حاول بكل تاكيد هنتكلم عن الزمالك وامبي بعد الفاصل ما تنسوش تبعتوا لنا الهدف الافضل واحنا دلوقتي بنحسم بقى المنافسه اكتر ما بين هدفين صادق ولا هدف عبد الله السعيد ابعتوا لنا على الهاشتاج بتاعنا عز وعمر في جمهور الثالثه وبعد ما نرجع هنتكلم تحليليا على مباراه الزمالك وامبي طيب هنحسم دلوقتي حالا المنافسه ما بين صادق وما بين عبد الله السعيد من خلال الهاشتاج بتاعنا
مصطفى رد فعل عز وعمر عبد الله ابراهيم بيقرا تويتة الهاشتاج بتقول انه اختار هدف صادق عشان بيفكروا بيه القضيه بيبين قد ايه هم زملكاويه. تحسها ردت فعل الحصر. ده كلام ملوش اي علاقه بالواقع والله العظيم. ردت فعل ايه يا جدع؟ انا بحلف لك بالعظيم والله مش علاقه بالواقع يعني. طيب محمود ابو مي مساء الفل على احلى محللين السلطان. هدف صادق بلا منازع. عدوا معايا عشان هقول بسرعه وانتوا تشوفوا. محمود شريف هدف محمد صادق هو الافضل بلا منازع. انا الكينج هدف محمد صادق الافضل. مو صلاح انا بقول هدف عبد الله سعيد هدف ولا اروع من كده. هدف صادق جميل بس كان ممكن يعني يبقى احلى من كده. احلى من كده ايه؟ مش عارف. محمد عمده كره عامله كده تقدر تعمل كده ثاني ولا ايه؟ محمد عمده بيقول هدف محمد صادق بعد المسعى السلطان وعز وعمر وطبعا تامر الغاب الحاضر. ماشي. كريم محجوب هدف صادق احلى بسبب دقه وقوه التصويبه على الطاير. عمر بيقول سلمي على عز وعلى عمر والحلقه ناقصها تامر. الهدف الافضل هو هدف محمد صادق. خلاص 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 قضي الامر. قضي الامر طبعا. بيبقى حضراتكم اخترتوا افضل هدف خلال هذا الاسبوع هو محمد صادق. ودي يعني ديمقراطيه ما فيش بعد كده يعني. عز قال هدف عبد الله السعيد وعمر قال هدف عبد الله السعيد وانا قلت هدف محمد صادق. سلطان نصاب. سلطان نصاب كبير. ده اختياراتي طبعا زي ما حضراتكم اخترتوا هدف محمد صادق. وده لان احنا دايما على لينك مشترك يعني. سواء هدف حلو بصراحه وهو هدف الجوله جول سوبر جول رائع يعني. زمالك سواء احنا كمصريين معلش قبل ما نعزم بنميل للحاجات المارادونيه وبتاع فتلاقينا رحنا شويه يعني هم اللي مختارين دول. لا 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 يعني انا ببرر اللي انا قلته. انت من المصريين والهاشتاج ده. انا ببرر اللي انا قلته. انا ببرر اختياري. انت بتنخع. لا صح كده؟ عشان هو عبد الله حلو السجون ده حلو قوي. طيب نروح للزمالك وامبيو. عندنا حلال كتير في المباراه دي. اتفضل يا عز. عندنا نقطه خاصه بتكتيك الزمالك ونقطه خاصه ب اداء فردي اضيف للزمالك بوجود رؤى وامام عاشور. النقطه التكتيكيه البسيطه اللي ظهرت في تلك المباراه الحريه الرهيبه اللي اخذها اشرف بن شرقي. ولما اشرف بن شرقي بياخد حريه كبيره بيكون مرعب وبيكون ورقه قويه جدا في ايد الزمالك هجوميا. معظم الفرص اللي صنعها الزمالك في المباراه كان فيها العامل المشترك التحرك بتاع اشرف بن شرقي الى عمق الملعب بسبب فتوح. فبالنسبة لي النقطة دي هي النقطة التنظيمية الأولى. وبعد كده هاجي أتكلم معاك على حاجات جامدة جدا عن رؤى وعن إمام عاشور وعمر كمان محضرها معانا. خلينا نبتدي باللقطات الخاصة بالتحرك بتاع أشرف بن شرقي والحرية اللي خدها أشرف بن شرقي بسبب وجود فتوح وبسبب التكتيك اللي عامله الراجل البرتغالي الجميل جيمي باتشيكو. وجود فتوح في الجانب الأيسر ستوب بقى إدى فرصة لأن أشرف بن شرقي يكون بيتحرك كويس قوي في ظهر الامبي دفاع امبي وبالتالي كان في ذكاء طبعا من اوباما واداء جيد من عمر السعيد. المنظومه بتاعت الزمالك فاقت يعني دي العنوان الرئيسي بتاعي ان منظومه الزمالك فاقت اخيرا مره تانية. يلا بينا نشغل اللقطات ونشوف وجود اشرف بن شرقي في اوائل الدقائق داخل منطقه الجزاء ادى الى ركله الجزاء اللي سجل منها الهدف الاول. بعد كده اتقطعت الكوره فين اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي مش على الجناح. اشرف بن شرقي في العمق وهو موجود في العمق بمنتهى الحريه قدر يصنع للزمالك واحده من احلى الفرص اللي كان بصراحه عمر السعيد يستحق ان هو يسجلها عشان يتوج جهده الكبير بغض النظر عن القناعات في الامكانيات بتاعه الراجل. نفس الموضوع مره ثانيه وجود فتوح على الجبهة الشمال مدي حرية لأشرف بن شرقي. وهنا عجبني ذكي قوي أشرف بن شرقي. بص قعد يتسرسب 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 يتسحب 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 الصب هو بين الارتكاز والباك ليفت فهو موجود في القلب بشكل كويس قوي. شغل بقى شغل اللقطة وطبعا السلاح الكبير العظيم لأحسن لاعب في الجولة الراجل إمام عاشور كان من اللاعبين المميزين جدا ووجوده في وسط الملعب ساعد الزمالك بشكل. انت شايف من وجهه نظرك ان امام عاشور هو اللاعب الافضل في الجوله؟ بص معلش هات لي اللقطه دي ثانيه بالمناسبه يعني دي لقطه امام عاشور بس هي حلاوتها فين بالنسبه لي. وقف انت قدرت انك تلعب على ام بي جيم بشكل ممتاز بالتركه اشرف بن شرقي داخل للقلب واخد معاه الباك اليمين هو قدام فتوح وفتوح عنده السرعه والجرأه وعنده الثقه في النفس ان هو لو الكره اتقطعت هعرف نضج 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 لعيب جامد طبعا. فبالتالي ناقصه بس ان الكور دي تبقى جول يعني هو في النهايه
عارف انت الكره دي لو علي معلول بقت جون. وطبعا انت مش هتقارن واحد في اوائل العشرينات بواحد في اوائل الثلاثينات في الخبره، انما ده الجزء اللي عارف انت كل ما بتنضج في حاجه، كل ما بتنجح في حاجه بتحاول ايه تاخد اللي بعدها. ايوه. وبالتالي دي كانت الحاجه الخاصه بالتكتيك بتاع الزمالك. ناقص بقى نتكلم على رؤى وعلى امام عاشور. طيب قبل ما اجي لك يا عمر، على ذكر ان انت قلت اخترت امام عاشور من وجهه نظرك وافضل لاعب في الجوله، هعرض لحضراتكم دلوقتي مجموعه من اللاعبين وحضراتكم هتشاركوا معانا في الاختيارات مين هو الافضل خلال هذا الاسبوع، لان انتوا زي ما حكيتوا عارفين احنا داخلين الجوله الرابعه في الخمسه في السته، انما الاسبوع كامل من الاثنين للاثنين في مباريات اتلعبت، هي دي اللي بتخضع للتقييم. عرفنا هو خلاص عز غشش نفسه كده، او بمعنى صح فتن على نفسه وراح قايل امام عاشور. عمر لسه هعرف منك بس بعد ما اعرض للساده المشاهدين، يلا بينا. التلاتة اللي احنا بنتكلم عليهم هتختار حضرتك منهم وتبعت لنا على الهاشتاج عز وعمر في جمهور التالتة ما بين عبد الله السعيد باولن فوافي واللي ساهم الى حد كبير في فوز مصر المقاصة على الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل هدف، والاخير هو امام عاشور. تختار مين يا عمر؟ انا المنافسة عندي قوية جدا ما بين باولن فوافي وامام عاشور. باولن عمل مباراة رائعة بصراحة، بس يعني بما ان امام ما بيلعبش في مكانه وتألق التألق ده، فانا هروح لامام معشور. انا بقى مش هقول لك انا اختار مين. انت هتستنى تشوف الناس هتختار مين. لا وبعد كده تمشي على كلام الناس. لا أنا... عشان الناس بتقعد تقول لك يا سلطان وواحد كاتب لك يا كينج وحاجه كده مش مفهومه، بس تمام يعني. لا ده إيه وصل للامبراطور. تمام يا معلم. ايه عايز وصلت للامبراطور. وصل للامبراطور. وفي ايه؟ في تواضع اكتر من كده يا جماعه؟ ما اظنش بقى يعني. طيب يبقى انت لسه ما بين باولن فوافي وامام عاشور. وامام عاشور. طيب الحالات بتاعتك بقى. امام. يعني امام عاشور. امام عاشور لعيب انا شايف ان هو واعد جدا جدا، وعنده الكاركتر انه يلعب، وعنده الكاركتر ان هو ياخد خبرات كبيره جدا، خاصه انه بيتاقلم على المكان اللي هو فيه، وده شيء مهم جدا في الكوره، ان انت درجه الاجاده بتجيلك من التاقلم على المكان اللي انت فيه. امام بدا مباراه الزمالك وبدا خلاص يثبت نفسه في المكان رقم 8 اللي هو اللاعب الديفندر الثاني اللي هو البديل لفرجاني ساسي في الملعب في الوقت ده. دي انا عايز اول لقطه بس في الدقيقه الاولى اللقطه هنا، عايز برضو هنا عشان عبد الغني اللي معاك كوره. عبد الغني اللي معاك كوره. امام عاشور اللي في نص الملعب. ماشي. امام ماتش جامد قوي لعبد الغني. امام عشان هو نور في المباراه اللي فاتت، واتكلمنا عايز اتكلم على ثنائيته مع رؤى وازاي هم بيقدروا يبداوا اللعب من تحت. كابتن حلمي طولان قرى الموضوع ده، ومن الدقيقه واحد مثبت معاه ريكو في كل حته هيتحرك فيها. كل اللقطات اللي معانا دي ازاي ريكو في ظل امام عاشور من الدقيقه الاولى. لو مشينا اللعب عبد الغني بيبدا الهجمه، يلا الكره بتتحرك مع نادي الزمالك، بيقرب امام عاشور وبيقرب في ظهره ريكو على طول. هنا امام عاشور بيسحب معاه في اي حته. نمشي بالسرعه العاديه عادي، بس هتلاقي جنبه على طول صلاح ريكو في اي حته امام عاشور بيتحرك فيها، صلاح ريكو جنبه على طول مان تو مان. وده شيء يوضح قد ايه امام نضج في المكان ده، او قد بص على طول في ظهره ما بيسيبوش. ومع ذلك الراجل مسيطر على كورته، بيبدا دي الهجمه طبعا اللي جابها عز. الهجمه الوحيده او اول هجمه يتنفس فيها امام عاشور من ريكو ولف بقى بوشه مش بظهره، شاف الملعب وعمل الباص ده، وده شيء مهم جدا في اللعيب اللي بيلعب في الحته دي في ال 4-2-3-1، اللعيب اللي هو الديفندر المساند الهجومي ده شيء مهم جدا بالنسبه له، ان هو ازاي يقدر يشوف الملعب وينقل الكره من هجمه واحده من لمسه واحده. امام طول المباراه جزء كبير جدا جدا بصلاح ريكو بيلعب عليه مان تو مان كل ما يقرب. ما هنا برضو في سؤال عكسي برضو، خليك معانا عز، في سؤال عكسي انه طب ليه ما تقولش انه الكابتن حلمي كان حاطط له ريكو على اعتبار انه يستنى اي هفوه من امام، ويبقى ده نقطه التحول اللي بيتنقل بيها امبي، لانه ريكو من اللاعبين المهاجمين، ريكو من اللعيبه اللي رجليهم في الملعب، اللي ما بيخافش، اللي صانع لعب، اللي ممكن يروح يجيب جول وبالتالي يضغط فيستفيد من الحته ديت. ليه ما نعكسش الامر يعني؟ لا بالعكس، ده هو كده فعلا، هو بيضغط بريكو اللي كورته كويسه لو خطف يعرف يتصرف، على امام اللي واضح ان هو في
في ميكانيزم نادي الزمالك او في طريقه لعب نادي الزمالك هو اللي بيبدا الهجمه مش رؤى، هو اللي بينزل يستلم ويبدا يلف بوشه ويحضر مع اوباما لان هو اللي واخد الواجبات الهجوميه. احنا لو عملنا مثيلين طارق حامد جنبه فرجاني ساسي، فرجاني ساسي اللي بيقوم بالدور ده مش طارق حامد. فلما بتيجي تراقب فرجاني ساسي بيبدا طارق حامد رغم ان هو لعيب كبير جدا لكن كورته مش زي فرجاني، فتبدا لما تضغط على فرجاني تسيب الكره لطارق يبقى عندك فرصه اكتر ان انت تخطف الكره. فتضغط على فرجاني من الاول، خدتها منه انت عملت كده الهجمه، ما خدتهاش منه انت مراقبه بحيث ان هو ما يتصرفش باريحيه. نفس القصه حصلت مع امام كون ان هو ياخد الثقه انه يبقى بديل لفرجاني ساسي بعد مباراتين او ثلاثه في هذا المركز، هي دي اللي لعب عليها كابتن حلمي توران. اضغط عليه من بدري، غلط خدنا الكوره، ما غلطناش كتفناه. وده يوضح قيمه اللعيب. انا هو ده اللي انا عايز اقوله من 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 الفيديوهات او من اللقطات دي، ان امام عاشور ما تالقش في مباراه انبي من تلقاء المباراه نفسها. لا، ده هو لافت النظر، فتألقه في مباراة انبي ده نتيجة لتألقه شغل كبير جدا، بدليل ان الكابتن حلمي طولان اللي بيلعبه لما ارى الفريق حط له واحد من الدقيقة واحد يضغط عليه ويقابله، ومع ذلك لما بيفك او بياخد فرصته بيعمل كروسات وسلوبات زي اللي بيحصل. عز اتفضل الحالات بتاعتك. السلاح المميز، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان رؤى وامام عاشور باتشيكو قدمهم للناس في اول مره كثنائيه مع بعض وحماهم بطريقه اللعب اللي ما فيهاش ضغط على الخصم عشان تبقى الخطوط قريبه، وبالتالي ما يتعرضوش لاختبارات كبيره، وبالتالي ياخدوا الثقه في نفسهم فيتحولوا من 6/10 ل7/10 على اعتبار ان هم لعيبه، واحد فيهم شاب بيلعب في مركز غير مركزه، والتاني لاعب لسه راجع من الاعاره وعليه ضغوط كبيره جدا. بعد ما وصلوا ل7/10 النهارده هم بينقلوا من 7/10 ل8/10. الزمالك انا عندي بس نقطه واحده مختلف فيها مع عمر في الحته دي بتاعت ان طارق وفرجاني، انا حاسس ان مفيش طارق، الاثنين بقوا قلبين معايا فرجاني بوجود رؤى وامام عاشور. الاثنين كورتهم كويسه قوي لدرجه ان هي ادت سلاح للزمالك، خلت تدرج الكره عند الزمالك احسن بكتير من الاول. طبعا ده مش معناها ان لازم الاثنين يلعبوا مع بعض وان يلا بينا بقى نلعب بالاثنين دول طول الوقت، لا، لان برضو في جانب عكسي ان الاثنين دفاعيا واحد فيهم بيعمل فاولات كتير على حدود منطقه الجزاء، امام عاشور لانه لسه صغير فلسه النيرف بتاعه مندفع، ورؤى اضعف دفاعيا كتير وبالتالي مش بتاع كل الماتشات. يعني في ماتشات لما هتحتاج فيها الشيب الهجومي ده هتعتمد على الاثنين هيقدوا لك بشكل كويس. وتقدر تبدل بقى طول ما انت ماشي في الطريق، طول ما انت محتاج وفرجاني بس انت خلقت بدايل، يعني انت عايز تقول ان انت خلقت بدايل. المكان ده كان في الزمالك ازمه، مفيش حد، مجرد ان واحد يغيب في مشكله طب كبيره جدا. ليه عز ليه عز ده ما بيتحسبش؟ ليه الرصيد ده ما بيروحش ليه باتشيكو؟ ليه الناس ما بتقولش انه باتشيكو عمل متلازمه جديده اسمها عاشور و هو ده اللي جاي من اخر الدنيا، اللي جاي من طلائع الجيش اللي مش معمول حسابه انه موجود مع الفرقه، اللي مش يعني مش في الحسابات خالص، انه لسه على ذمه الزمالك اصلا. الناس نسيت اصلا رؤى بيلعب طبعا فين يعني. هو اصلا كان قاعد على الدكه في طلائع الجيش، ده قرار جريء جدا من الاداره ان هم ياخدوه. انا كنت واحد من الناس اللي هو عايز مثلا اتفرج على رؤى علشان اقول لجمهور الزمالك هو كان عامل ايه في طلائع الجيش. مش موجود، مشاركته قليله جدا. ففكره انك تاخد لاعب ما نجحش في انبي وراح طلائع الجيش قاعد على الدكه، ايه الجراه دي؟ فاهم؟ بس المدربين عندهم حاجه مش عندنا، انهم بيجيبوك ويتفرجوا عليك في التمرين يوم والتاني والتالت وبعد كده بيقيمك ويجربك ويحطك في التقسيمه وبيشوف الدنيا ماشيه ازاي. والراجل يبقى لازم تتحسب لباتشيكو. ما هي تتحسب طبعا. انا بقول لك ده بالعكس كمان، هو مش مجرد قدم ورقه جيده للفريق، هو حماها في الماتش اللي فات احنا شرحناها بالكاميرا العاليه. وبالتالي الحمايه دي ادتهم ثقه، الثقه نقلتهم من درجه لدرجه، والنهارده هم سلاح مهم للزمالك. تعال نتفرج على اللقطات. قبل ما اروح للقطات خليني بس اروح للهاشتاج بتاعنا معلش، لانه تفاعلات الناس مهمه جدا. يلا بينا. في موضوع الاختيار ما بين امام عاشور وما بين باول انفوافي والثالث عبد الله السعيد، عشان في خناقه كبيره جدا على تويتر. سعيد حمدي بيقول عبد الله السعيد بكل تاكيد، واسمي سعيد مش سعد. حاضر ماشي. كان جامد جدا على فكره عبد الله السعيد، كان جامد جدا في الماتش ده. جامد جدا. خالد احمد، امام عاشور افضل لاعب في الاسبوع، بحب اقول لك انكم ناس محترمه وضيوفكم فوق الممتازين وبتحللوا بشكل ممتاز. لاعب الجوله وعبد الله السعيد ده محمد، الافضل في الدوري هو عبد الله السعيد طبعا. امام عاشور ها شو الدرجات دي؟ عمر وحش قوي. طبعا امام عاشور ده ساسي المصري ومستقبل رقم 8. محمد الكاشف بيقول بيشكرنا طبعا. امام عاشور الافضل في الجوله ده بندق، انا اهلاوي بس امام عاشور هو احسن لاعب في الجوله. علاء بيقول لو رحيل ساسي محتمل يبقى احنا محتاجين بديل لامام عاشور، ولسه الزمالك محتاج رقم 10. احمد جيكا بيقول امام عاشور
افضل لاعب امام عاشور ده مصطفى محمد. واضح برضو انه في اكتساح على المستوى ده فيما يتعلق بامام عاشور، انما لسه مش محسوم، هنبقى نرجع له تاني. عز اتفضل. طيب احنا بنتكلم على ان في سلاح جيد جدا للزمالك في تطرق الكوره بسبب وجود رؤى وامام عاشور. ليه؟ لان الناس دي بتلعب بالكوره كويس قوي لقدام مش للجنب. الناس بتاخد ريسك في الباص والباص بيوصل. فهو ده النقطه الايجابيه الجيده جدا. الكروس باص بقى، الكوره القطريه اللي بيلعبها رؤى كوره حلوه جدا جدا. الكوره القطريه بتاعت رؤى سلاح جامد جدا للزمالك. دي كوره رؤى واللي فاتت رؤى هي الفكره فين؟ ان معلش ثانيه، طبعا ده كان اوفسايد. الكرات القطريه دي لما اللاعب بيطلع، معلش وقف بقى، وقف لي ثانيه كده. لما اللاعب بيطلع الكره القطريه، لو الكره عاليه شويه بتبقى بالونه. أيوه. لو الكره قصيره بتتقري بسرعه من المدافعين، بتتجاب بسرعه. انما القدره دي مش عند كل اللعيبه، فوجودها بالنسبه لك سلاح. اي حد بيلعب عليك دفاع عالي لازم يبقى ليها طول ارتفاع معين، يعني بحيث ان ما حدش يعرف توصل. وهي ليها يعني ليها تدريبات كتير جدا. فانت بتتكلم في ان لاعب يمتلكها، ده سلاح ليك، لان هي بتأثر لك المسافات. بتقدر تغير الملعب زي ما شفنا في ماتش وادي دجله والاهلي مثلا. وفي نفس الوقت انت بتقدر تضرب الخصوم في يعني انبي. انا حضرت تدريبات كتير قوي لانبي وهم بيلعبوا بالشيب الدفاعي ده. التدريبات عباره عن ترحيل رايح جاي. فانت كل ما بتروح يمين تبقى عندك الحته دي فاضيه، بس ما يعرفش يضربها لك غير واحد زي رؤى. وبالتالي كانت واحد من اهم الاسلحه. السلاح الثاني فكره بنى اللعب والطلوع بالهجمه تحت الضغط. هات اللقطه دي من اولها وفرجني على رؤى وهو بيطلع بالكوره لقدام. بص باص لقدام، حل الدنيا، فكينا، رحنا على الجول. الباص ده ليه تمن يعني. اللعيبه اللي بتقدر تعمل الباص لقدام لعيبه ممتازه. طبعا رؤى عنده، عشان بس ما حدش يقول لي انت ما حسسني انه بيرلو عنده مشاكل دفاعيه، بس الراجل عنده ميزه جيده جدا اكتسبها الزمالك النهارده. تعال نتفرج على امام عاشور. وامام عاشور بالنسبه لي هي رحله. هفرجك على حاجات هجوميه، وعلى كمان على امام عاشور قبل كده كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. يلا بينا خلينا نتفرج على خدك يا عم امام. الحلقه كلها معاك اهي. امام بص الباص لقدام للقلب، القصه ممتازه عند امام عاشور. الباص لقدام، وده رؤى اللي عمل اللفه دي، بس ما ظبطتش معاه في الاخر. هنا امام بيطلع باللعب مع رؤى. رؤى بص بيطلع بالكره لامام. امام هيعمل الباص بشكل جيد جدا. خرجت من تحت الضغط بتاع انبي وبنيت اللعب. ولو الكره دي كانت مظبوطه من اشرف بن شرقي كانت بقت اكتر من مميزه. امام عاشور هنا بص بيطلع بالكره ازاي تحت الضغط. بص الثقه في النفس، القدره الجيده. وهنا الملفت جدا، ممتازه على اللقطه اللي بالرجل الشمال اللي جت بالدقه دي، وهو مش متزن وهو لسه معدي من لاعب والتاني وصنع فرصه للزمالك. هل دي كانت المره الوحيده في الماتش؟ لا، كان في لقطه تانيه اكتر من ممتازه. هنا قدر ان هو برضو ينقل الملعب قدام بشكل ممتاز بعد ما كسب الكوره دفاعيا. ودفاعيا هو اللي انا هتكلم عنه في اللقطات الجايه. انا رجعت شويه لبدايه امام عاشور مع الزمالك علشان خاطر انا قلت انت هترجع لنا من ايام الحرس ولا حاجه. مش الدرجه دي يعني، جبت اصل انا عارفك مجنون وتعملها يعني. يعني جبت اللقطات وبعدين حسيت ان لا رجعت زمان قوي. بالظبط والله حصل يعني. بس هو الراجل ده ازاي بيشتغل على نفسه، ده اللي يستحق عليه التحيه. يلا. هو في حاجات كتير في شخصيته الناس كلها عارفاها. بس احنا عايزين نتكلم على انه فنيا بص فرق ازاي. فشد حيلك بقى. بالظبط يعني خلاص، طالما انت فنيا حلو فوق نفسك بقى وخلي دي مركزه في الكوره احسن يعني. بص ماشي. يا سيدي ده امام عاشور اللي اتفات منه بمنتهى السهوله في اول لقطه دي. بص امام عاشور اللي اتفات منه بمنتهى السهوله في اول لقطه، وبص بيتمشى ازاي بعد ما اترقص. ده امام عاشور اللي هيترقص دلوقتي بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، فاهم؟ مفيش سلس. اسهل سلس. من انك ترقص امام عاشور. ده امام عاشور بتاع دلوقتي. ده الفرق. في شراسه، في شراسه، في قوه، في وجديه. جديه الراجل كان الاول معتبر ان انا لعيب موهوب مهاري، انما فهم ان الكوره مش هتمشي كده، وان انا عشان مش هتمشي كده كمان، ومع باتشيكو مش هتمشي كده بالذات. وكان قدامك نسخه للعيب الموهوب الحريف، انه يفضل لعيب مجرد لعيب موهوب حريف، او انه يقلب امام عاشور. بص لما وقع في الارض عمل ايه؟ قام تاني وجاب الكوره بمنتهى الجديه ومنتهى الرجوله. الراجل ده محتاج يتعلم حاجات كتير يعني. هو خد بالك غلط غلطات كتير في الماتش، ودي واحده منهم. ماشي. انما في النهايه بص القلب اللي بعد الغلطه تك
عارف كانوا منزلين الفيديو بعنوان بلوك 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 بلوك. ايوه راجل كان مموت نفسه في ارض الملعب. هات لنا الفيديو ده تاني، اللقطه الاخيره دي برضو مهمه. واللي قبلها واللي قبلها هتلاقيه بيغلط غلطان في كوره، وقع في الارض بس قام ورد لانه بيلعب بجديه. 10 على 10. حاجه سوبر فعلا ويستحق عليها كل التحيه، لان انا جبت لك هو ازاي اتغير. فده امام عاشور اللي احنا عايزينه يطلع لقدام. في سؤال بقى مهم الناس كلها بتساله، نبيع بقى فرجاني ولا ايه؟ خلاص احنا كده تمام. في الحقيقه انت برضو ما ينفعش تقارن الخبره بتاعت الراجل ده بالخبره بتاعت الراجل ده. بس ده سؤال مهم قوي 100%، لانه بدات الناس تقول لك طب خلاص ما الدار امان يعني. بالظبط كده. لو جبت اللقطات الاخيره دي مره تانية هتلاقي الراجل بيعمل غلطه وبعد كده يقوم يعدلها. بس هو لسه بيعمل غلطات. وبالتالي ما ينفعش دلوقتي اقارنه بفرجاني ساسي. لازم يبقى عندي بديل لفرجاني ساسي. شايف هو هنا غلط وعرف ان هو ما فيش فاول، يعني هو كان بينشل يعني بينصب كده عايز ياخد فاول. ما جاتش. قام صلح غلطته بس هو غلط. واللقطه في كليب بعد كده لامام عاشور عمل غلطه برضو على حدود منطقه الجزاء، ومحمد عبد الغني خده على جنبه وقال له مش في الاماكن دي. وبالتالي ما ينفعش تقارن امام بفرجاني. فرجاني في حته تانية على مستوى الخبره وعلى مستوى الشخصيه. وفي الماتشات الكبيره قوي بيبان قيمه فرجاني، وبالتالي فرجاني يقعد اولويه. يتجاب حد مكانه، حل اخر بديل. وبرده في حاجه مهمه قوي، لو هتبيع فرجاني ساسي لازم تبقى عارف انت هتجيب مين وبكام، ما تعملش غلطه برشلونه مع نيمار. ما تكيش تاخد الفلوس وبعدين تروح تتفاوض، لان الناس هتبقى عارفه ان انت معاك فلوس وغني وقرش. فالحاجه اللي بخمسة جنيه هتبقى ب20، ب100 مليون جنيه. عثمان ديمبلي قدام الناس وبلعناه عثمان ديمبلي وكوتينيو. الناس دي كلها ثمنها كان كل اغلى بكتير. جريزمان كان شرط جزائي، بس الاثنين دول كانوا اغلى من ثمنهم. لعيبه كويسه بس قصدي اغلى من ثمنهم بكتير بسبب ان الناس عارفه ان معاك فلوس. صحيح. عندك حالات تاني في الزمالك؟ لا انا كنت هروح للهاشتاج. لا قبل ما نروح للهاشتاج، فكره امام عاشور والتطور اللي حصل فيه في اللقطات دي تحديدا، لان هو انا اقتناعي ان امام من اللعيبه، ودي حاجه نادره جدا، من اللعيبه اللي تعرف مهام المكان اللي هي فيه وتتكيف عليه. اللقطات اللي هو اترقص فيها وكان واقف دي، لما كان بيلعب في الشق الهجومي، لما كان جناح، لما كان صانع العاب، كانت الدنيا عنده مريحه شويه. وانس انه اتحط في الحته دي، وانس انه خد الشخصيه والبرسوناليتي بتاعت لعيب خط الوسط المدافع، ان انا ما ينفعش تعديني الكوره، ده التطور اللي حصل فيه. قدر شخصيته تتكيف مع المكان وتتكيف مع الواجبات بتاعته، ولما بيغلط بيصلح، ولما بيغلط بيجيب الكوره تاني. حتى بدنيا، بعيدا بقى عن انه اترقص وما اترقصش، الشيب بتاعه بدنيا واضح انه اشتغل عليه بشكل كبير جدا. لا دي حاجات من المباراه نفسها، من مباراه ام بي نفسها. هو تاني اكتر لعيب استلم الكوره في نادي في الزمالك بعد يوسف اوباما، لان هو اللي كان محور الهجمه. زي ما بقول لك كان بيبدا الهجمه من تحت، وده اللي كان بيضغط عليه كابتن حلمي طولان. لو رحنا للصوره اللي بعديها دي برضو، ده تاني اكتر لعيب في الزمالك عمل تمريرات برضو، هو عشان مفتاح لعب نادي الزمالك. لو رحنا للصوره اللي بعديها دي اللي مهمه جدا بالنسبه لي، الدايركشن بتاع الباص من 46 من 46 تمريره عامل 21 تمريره لقدام. ايوه وده شيء مهم جدا مع الضغط اللي عليه من ريكو في ظهره. مع ذلك هو ما بيستلمش ويرجع، لا ده بيستلم وبيلعب لقدام. فده شيء مهم جدا، يبين لك قد ايه هو بياخد الفرقه ويروح بيها لقدام. لو ما كانش بالجري فبالباص، وده شيء مهم ان هو متنفس للفريق. التغير اللي هو فيه والنضج اللي هو فيه ده، او الموهبه او البروميسنج اللي هو فيه ده، لازم هو يستغله بقى، لان انت عندك قدرات فنيه وذهنيا انك تتكيف مع الاماكن اللي انت فيها، حتى لو مش مكانك كلاعب. كنت في الاول جناح، وكنت في الاول مهاجم من حرس الحدود وغزل المحله، رحت نادي الزمالك لعبت في الاول برضو، جربوك في الناحيه اللي قدام. نزلت دلوقتي كمركب مركز 8 بتتكيف عليه وتتطور فيه بالشكل ده. صحيح. طيب هاخد بس من الهاشتاج بتاعنا وبعدين هنروح لفصل، لانه بعد الفصل مجهزين لكم طبعا الافضل، وعز يعني عامل شغل عالي جدا جدا. طيب محمد السيد بيقول ما ينفعش تقارن امام بفرجاني غير بعد نص الموسم، لان ساسي نص ملعب رايق قوي ومش معانا اساسا، بس الموسم ده مش حلو قوي، بس بكوره يخلص لك ماتش زي ماتش الرجاء. احسن لاعب امام عاشور، هجوم شغال دفاع شغال وملوش حل. احنا دلوقتي بنختار الافضل ما بين ثلاثه، باولو مفوافي، عبد الله السعيد، وامام عاشور. وخليكم معايا عشان خاطر نحسم الموضوع على طول دلوقتي. مهند شايف الاثنين العظيم يكون مع السلطان ابراهيم والعبقري عز وتعلب عمر، وثالثهم الدحلاب تامر، ونستفيد من العظمه دي كلها. افضل لاعب هو امام عاشور. افضل لاعب امام عاشور لاعب مقاتل بروح طارق حامد ومهاره ساسي، ده هشام احمد. في كمان مينا بيقول افضل لاعب في الجوله امام عاشور طبعا ابننا القادم. ياسين بيقول باولو مفوافي طبعا، وتحياتي ليكم باولو مفوافي وسلامي لعز وعمر. ده اسحاق.
وفي عمل حته كوبري في الاسماعيلي نار كان جامد جدا في الماتش. هو كان قدم مباراه رائعه بصراحه. بس واحنا ما بتتحسبش بالكباري طبعا طبعا ولا ايه؟ هو عمل كباري وعمل اجوان وعمل كل عمل كل حاجه بصراحه، عمل مباراه رائعه. طب انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش انتوا قايلين مش عايز حاجه انا بقى امام عاشور ما انا بقول لك انا قلت مختارين ليه موجود ليه؟ ماشي. تحياتي ليكم، افضل لاعب في الجوله امام عاشور، ده رضوان كامل. انا باكد لك امام عاشور هو اساس المصري، واسال عز ده عمر. ماشي. سومه بتقول امام عاشور طبعا، والاماره تسقيفه عز، هو عز سقف خلاص يبقى تمام. محمد ابن عبد الله بيقول بس عليك امام عاشور افضل لاعب في الجوله الخامسه، وبناء عليه امام عاشور هو الافضل خلال هذه الجوله. بافضل هدف حضراتكم اخترتوه هو هدف محمد صادق، افضل لاعب خلال هذه الجوله هو امام عاشور. بعد الفاصل مستمرين لسه مع حضراتكم في تحليلنا، ما تنسوش هاشتاج بتاعنا عز وعمر في جمهور التالتة. طيب الفقرة ديت هنتكلم فيها عن الافضل وعن مولتر بواليا. بالظبط كده. انت يعني عايز تعمل ايه؟ بص يا سيدي، ده اشرح للعبت الفيفا الناس الجامده اللي عارفه الفيفا كويس. ده كارت الفيفا. ده الكارت اللي بيتم تقييم امكانيات اللعيبه فيه، علشان خاطر لما ينزل ارض الملعب وفي ايدك الجويستيك كده وحضرتك لعيب قديم طبعا يطلع نار. بالظبط، يا يطلع نار يا ما يطلعش نار. اوكي. في الاخر يطلع نار من بقه. بالظبط كده. ماشي. ده كارت التقييم بتاع وولتر بواليا. ناس كتير قوي كانت عماله تسال هل هو صفقه سوبر؟ جمهور انقسم لقسمين، قسم شايف ان ده لعيب كويس قوي واثبت نفسه في الدوري المصري، وقسم تاني قال احنا كان طموحاتنا حاجه تانية، وطب ما يمكن يطلع صلاح الدين سعيده، طب ما يمكن يطلع اوسو كونان، طب ما يمكن، انا كنت ناسي اصلا اوسو كونان راح الاهلي، وما ممكن يطلع زي ستانلي ما حصل معاه في الزمالك. فاحنا النهارده هنستعرض امكانيات الراجل ده من شويه فيديوهات، وبعد كده نملاها سوا ونشوف نملى مين. نملى الكارت. انت تملى الكارت سهل. انت سوا. انت سوا. طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، تملى الكارت بعد اول جوله. طب انت اعرض الفيديوهات والناس على الهاشتاج هتقول لنا السرعه والقوه والمراوغه والتمرير والتصويب والالتزام. انت يلا والناس يلا مالكش دعوه انا وعمر. اتفضل يلا بينا نتفرج على فيديوهات وولتر بواليا. يلا بينا يا سيدي. وولتر بواليا عنده فيديوهات جامده جدا زي الفيديوهات دي. راجل عنده قدره على الاستلام، بيلعب بوشه، ودي الطريقه اللي نفسه فيها او اللي عايزها موسيماني من كل الفراوده بتوعه او من اغلب الفراوده بتوعه. قدراته جوه منطقه الجزاء قدرات كبيره جدا طبعا، ما فيش اي خلاف عليها، في القدره على الاحتفاظ بالكوره، على التناغم العضلي بتاعه والتصرف بتاعه. هنا كان ذكي جدا في ان هو حط نفسه قدام علي جبر، واول ما الكوره ابتدت تتسرسب ابتدى يجري وراها ويمشي بالشكل ده. اللقطه اللي بعدها برده هنا هوب خد خطوه لورا ذكيه جدا، وقدر ان هو يفضي نفسه بشكل ممتاز من الدفاع. الراجل الدريبلينج بتاعه زي ما باين معانا امكانيات كويسة. احنا الفيديوهات دي هدفنا الرئيسي فيها ان احنا نقول للناس ان هو عنده القدرات دي. قيمتها كام؟ انتوا اللي هتقيموا معانا لما تشوفوا الحاجات الكويسة والحاجات اللي اقل جودة. هنا واحدة من الكرات العرضية الجيدة، دريبلينج جيد جدا ولا يا استاذ عمر؟ دي حقيقة فعلا دريبلينج جيد جدا. انا شايف ان هو عنده قدرات ان هو يستلم تحت ضغط، بيعرف يتحرك كورته كويسه جدا وتحت رجله، عنده كمان رؤيه ان هو بعد ما بيقف على الكوره ما بيضربش لخمه، بيعرف يطلع الكوره كباص كويس. طيب انا برضو ستوب خلينا نوقف الفيديوهات. انا برضو اللي انا رحت عملته ان انا قعدت اجمع معظم الفرص اللي عدت على وولتر بواليا في الموسم ده وفي اواخر الموسم اللي فات، علشان خاطر نفرج الناس عينه كبيره شويه من اللقطات، ما تبقاش مجرد اللقطات الحلوه. اللقطات الحلوه بتعبر عن ان الامكانيات موجوده. العينه الكبيره تبين مدى هقول لك تستخدم الامكانيات دي قد ايه، بتعرف تستفيد منها بشكل قد ايه. انت عندك الامكانيه بس هل بتعرف تستفيد بيها ولا لا؟ بالظبط. والاستمراريه بتاعتك، وهل كل ما هتجيلك الكوره هتبقى زي النسخة الأولانية ولا التانية؟ يلا بينا نبتدي نتفرج على العينة اللي جبت فيها اللقطات اللي فيها حاجات ضيعها وولتر بواليا، علشان الناس برضو تحكم على كل فرصة الراجل ضيعها. هنا مثلا بتبين لك ان الرجل اليمين هي كويسة بس هي مش 100%، بدليل الكرة اللي فاتت دي.
فانت عندك دي نقطه هنا انفراد للراجل، وبرده هو في الانفرادات مش كل الانفرادات اللي هتجيله هيجيبها جوان، لانه في كرات ضيعها. عنده شق استعراضي شويه، يميل للشق الاستعراضي، اللقطه دي استعراضيه نوعا ما، لكن الشق الاستعراضي ده اظن انه مش هيكون موجود في الاهلي. هو كان موجود لان انا بلعب في الجونه الضغوط اقل، بدليل ستوب طبعا الطبيعي انه كان يباصي للراجل اللي اداله وان، بس بص هو قرر ان عايز اجيب جون تاريخي، بس ما جابش جون تاريخي في اللقطه دي. وبالتالي انت بتتكلم على لاعب بيعمل حاجات كويسة، لكن كمان مش كل لمساته كويسة. دي بالظبط التوصيفة اللي أنا عايز أقولها. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أنا مدرك إن الناس مقسومة لنصين، اللي هو هل الراجل ده سوبرمان ولا الراجل ده فاشل. أنا عايز أقولهم إن فيه ملتقى بين الاتنين. الراجل ده مش سوبرمان، بس الراجل ده إمكانياته كويسة جدا زي ما وريناكم في الفيديوهات الأولانية. ماشي. بمعنى إن مش كل ما هتجيلك الكرة، السوبرمان ده في الكرة بتاعتنا عاملة إزاي يعني؟ لو مثلا ميسي 10 كرات جاتلك 10 مرات أنا سحرتك، رونالدينيو مثلا، فاهم؟ على مستوى الكرة المصرية، لما كانت الكرة بتيجي في رجل محمد زيدان، لما كانت الكرة بتيجي عند عماد متعب، عمرو زكي، حازم إمام، أبو تريكة، النجوم بتوعنا الكبار، اللي هو لما بتجيله الكرة أنت بتحس إن فيه حاجه كبيره هتحصل دلوقتي كل مره، مش مره او مره لا. ماشي. حلو. فهو مش الراجل ده، لكن امكانياته، ارقامه اللي كان عملها عمر في فقره وان تاتش اللي هي الخاصه بان نسبه تهديفه كويسه جدا، كان 13 هدف من 16 اكسبكتد جول من 16 بالظبط كده. دي السنه اللي فاتت بالظبط، الموسم اللي فات كان عنده 15 95 يعني حوالي 16 اكسبكتد جولز، جاب منهم 13 هدف، زائد ان هو عنده 60 محاوله على المرمى و23 منهم بين القائمين والعارضه، عنده عمل اسيست، عمل 15 كي باس، وصنع 16 فرصه لزمايله. دي الحاجات اللي برده كان عايز جايبها في الفيديو الاولاني، ان هو حته الدريبلينج اللي عنده، كورته كويسه تحت رجله، بيعرف يشوف الملعب كويس، بيعرف يباصي لزمايله، هو عنده امكانيات كبيره. بس انا هاخد من عز حته ان هو بيضيع. هو والتر بواليا واضح انه لعيب مزاجي، وضحت قوي في الكره الاستعراضيه اللي هو عملها. هو لعيب بيحب يلعب كره. دي ارقام السنه دي، اهي دي ارقام السنه دي مع الجوله. لا يعني دي كانت لحد، بس خد بالك من حاجه، لحد من 3 اسابيع. انا اعرف المسؤولين عن والتر بواليا كويس، اتكلمت معاهم كتير عنه. الراجل شخصيته اكبر ميزه فيه، شخصيه ليدر جوه كان فريق الجونه، وكان واحد من الناس اللي عندها ثبات جدا. اعتقد اللقطات الاستعراضيه هدفها الرئيسي كانت انا عايز ابيع نفسي، عايز اقول انا جامد قوي، بيحب يلعب كوره شكلها حلو. برضو لو جبنا الفيديو اللي هو ضيع فيه الفرص اللي عز جايبه، في كور ضاعت او كرات ضيعها، بس يحسب ليه قوي التواجد هنا، يحسب ليه قوي التحرك هنا، يحسب ليه قوي ازاي بيخطف يعني بص هي الكوره دي مثلا، بص هو فين، متمركز بمنتهى الدقه. طيب. ما بين السيرد باك وما بين اللي انا عايز اقوله، بس قبل ما اسال الناس، لان خلاص الوقت بينتهي، فانا عايزكم كمان. انا بس عايز اقول الملخص على الاقل. يلا يعني اتفضل يا فندم. الفكره بقول لك ان هو الراجل مش السوبرمان اللي كل ما هتجيله الكره هيعمل بيها لقطه، بس امكانياته ثابته وموجوده، وبالتالي هو هيديك الثمانية من عشرة، اللي لما محمد شريف ما يكونش فورمه هينزل يجيب لك الثمانية من عشرة، لما هو يبقى اساسي وما يكونش فورمه محمد شريف هينزل. الاهلي محتاج عدد، والاهلي محتاج امكانيات عاليه في كل المراكز بعدد كبير. والراجل ده امكانياته عاليه، والراجل ده يقدر يكون قوي جدا. الارقام اللي المفترض تتحط هنا كلها بعد ما تتفرج على الفيديو ده ممكن تبقى بالافريج بتاعت الثمانينات والسبعينات. طيب خليني اقول لك الناس بتقول ايه، وبعدين انت اكتب بقى، انت اللي هتكتب. في بودي بيقول سلامي ليك كابتن ابراهيم والكابتن الكبار اللي معاك، انا زملكاوي جدا بس شايف انه سرعته فهو سريع جدا، فلو حقيقي مهدي له 80 في ال 80 سرعه. حلو. والقوه 85 ومراوغه 78 والتمرير 80 والتصويب 90 والالتزام التكتيكي هيكون 89. ابعت لنا طبعا الهاشتاج علشان خاطر عشان خاطر التقييمات ديت عز دلوقتي هو اللي هيعيش ويخترع فيها. محمود موسى بيقول بواليا السرعه 78، القوه 80، التمرير 60، التسديد 60، ضربات الراس 70.
ياسين بعد بيقول له عايز استفسر منه، هو هيتاقلم مع الاهلي وجو الاهلي اول ما يلعب ولا هياخد وقت عكس الشريف؟ مش هياخد وقت لان هو بيلعب هو بالظبط اللي بيدور عليه موسيماني. طيب محمد عادل، السرعه 83، القوه 81، المراوغه 81، التمرير 87، التصويب 79، الالتزام 78. انا مبسوط قوي على فكره بالارقام دي. نور الدين، السرعه 70، التمرير 80، التسديد 80، القوه 80، ضربات الراس 80. محمد بيقول بواليا استعراضي شويه، هو ولتر هيقدر يلعب تحت الضغط ولا لا؟ ده سؤال مهم. هيقدر يلعب تحت الضغط، هو شخصيته قويه، هو كان استعراضي علشان يجذب انتباه الانديه الكبرى، ده قناعتي. محمد وليد، بالنسبه لي فكره ان هو يستحمل ضغط النادي الاهلي دي هتفضل علامه استفهام، لان هو اللي هيقدر يجاوب عليها بعد ما يلعب مباراه والتاني. شخصيته قويه فعلا، كان قائد في فريق الجونه، كان عنده نوع من انواع الاريحيه لان الضغط على الجونه قليل، لكن الاهلي جمهور متطلب على طول، فهو اللي في ايده انه يحسم انه يقدر يتألق ولا ما يتألقش. يتأقلم دي فنيا، يتألق دي نفسيا، لكن يتأقلم دي فنيا عنده كل الامكانيات انه يقدر يتأقلم. في محمد وليد وولتر، السرعه 80، المراوغه 79، القوه 85، التمرير 75، والتسديد 80. احمد بوالي، السرعه 90، الدقه 85، القوه 88، التسديد 85. اسحاق بيقول وولتر لعيب جامد جدا. محمد السيد، السرعه 80، الالتزام 85، الالتزام التكتيكي 75، التمرير 75، المراوغه 90، التسديد 70. اتفضل بقى قلمك وورقتك وقايمه كابتن عز. يلا بينا، اتفضل معايا. اتفضل. ها هنحط، احنا هناخد افريج اللي الناس كتبته لان انا مقتنع جدا بيه. ماشي. وبالتالي السرعه في افريج الناس اللي حطته ما بين ال 90 وما بين ال 80 احنا هنكتبها كام؟ 85 نكتبها بالعربي. تمام. القوه ما بين الناس اللي اديته 90 والناس اللي اديته 80 نديله 85. المراوغه، المراوغه كان اكتر حاجه من الحاجات اللي الناس رايحه فيها ما بين ال 80 وال 70، فاحنا هنروح 75. التمرير، التمرير نفس الموضوع. بص هو بتاعت الوقت خلص بالظبط. حط كام التمرير؟ التمرير 80. انا يعني شويه حاسس ان اقل من كده، لكن انا همشي معاك. التصويب الافرنج كان 75، وانا شايف ان في عينك 80. يعني انا شايف ان هو عنده دقه في التصويب صراحه، عنده 78. ماشي. اوكي. الالتزام التكتيكي، هو عنده وعي تكتيكي كويس جدا. الالتزام التكتيكي بيبقى مرتبط برضو بالحاله الدفاعيه، ما اعتقدش ان الاهلي هيلعب بيه في النواحي الدفاعيه، وبالتالي انا هعتبر الالتزام التكتيكي ده هو الجزء اللي هو الوعي التكتيكي، ودي اكتر حاجه جيده فيه بصراحه. بالزبط. وانا هديله فيها 90. كنت لسه اقول. طيب يبقى ده الكارت الخاص بوالتر بواليا. بناء على تقييمات الناس، بناء على تقييمات حضراتكم اللي بعتوها على الهاشتاج بتاعنا، ويبقى وولتر بواليا السرعه بتاعته 85، القوه 85، المراوغه 75. على فكره انتوا اللي انتوا قلتوه بناء على الفيديوهات اللي تم عرضها للقطات كتيره اللي وولتر بوالي يعني مش جايه اعتباطيه، التمرير 80 والتصويب 78 والالتزام التكتيكي 90. حلوه الفكره يا عز، بحيك عليها الحقيقه. يعني خلينا هنشتغل كده كل اسبوع نختار لعيب والناس تشارك معانا في كارت مهم من الكروت. بالظبط. وخد بالك من حاجه، ان دايما في الفيفا لعيبه الفيفا عارفه الكلام ده. الحاجات دي بتتعدل بناء على ادائك كل ابديت، كل اسبوع الحاجات دي بتتعدل. زي ما اتفقنا الكوره حاله وقتيه. بالظبط. مفيش حكم مطلق في الكوره. خلينا نشوف. عموما يعني لو اتقطعتوا فانتوا اللي مسؤولين عن الفقره دي، انا ماليش دعوه. اختار بقى التشكيله بتاعت الاسبوع علشان خلاص وقتنا انتهى. يلا بينا قولوا لنا بقى اختياراتكم كانت ايه. افضل حارس انا ما يعني ما اظنش مفيش خلاف، حد عليك. يقدر يقول حد غير عبد المنصف؟ انا كنت شايف حارس مصر المقصة كوكو كان بينافس محمد عبد المنصف، لكن محمد عبد المنصف بالتاكيد يحسمها، لانه اولا في بونا اللعب كان سوبر، وثانيا في صده تاريخيه او مميزه يعني قدام اكتر من تصدي علي معلول. تصدي علي معلول، تصدي بتاع بدر بنون، تصدي بتاع الكره الغارت، بتاع بدر بنون دي اصعب فعلا من علي معلول. الكره الغارت اتجاه جوه الست يارده. زائد فعلا عز اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان عبد المنصف دايما ليدر في قياده اللعب وبناء الهجمه من الخلف، حتى لو الكره مش معاه بتعليماته الكتير لخط ظهره. عظيمه. بيقول لك الافرج بتاع وولتر بواليا 82. كويس جدا. طيب محمد عبد الغني
عشان عمل ماتش كويس. وعلى فكره الونش عمل ماتش ممتاز. بس في قايمه انا نفسي اعمل ليست على جنب كده بالناس اللي هي كده كده جامده يعني فاهم. بس يعني محمد عبد الغني كان مميز كمان في انه بيطلع بالكره كويس قوي في الماتش ده. محمود مرعي لانه كان صاحب التريكه بتاع بابلو مرعي دجله بابلو بابلو قال بابا فاسيليو وجوزيف جوناثان الراجل بقى اللي هيقود اللواء بعد ما والتر مشي بين الاجانب هناك في الجونه. باك اليمين انتوا اخترتوا مين؟ علاء سلامه. علاء سلامه عمل ماتش كويس جدا على بيراميدز بسبب ان رمضان صبحي ما كانش بيرجع يدافع هو عبد الله السعيد، فكان عنده شارع يعمل فيه اللي هو عايزه مساحات. عمل مباراه كبيره جدا جدا قدام بيراميدز. حمدي فتحي وامام عاشور عبد الله السعيد. حمدي فتحي فصصه الاسبوع ده عمل مباراه رائعه. عمر عمل شغل عظيم. عبد الله السعيد وامام خلاص انتوا اخترتوه. عبد الله وباولن ورزاق ومروان حمدي. مروان جاب جونين وعمل تحركات ممتازه. هايل مع المقصه في الاسماعيلي بالظبط. عبد الله السعيد لما التكتيك اتغير ونزل وسط الملعب عمل فوق السبع تمريرات كلهم اتحولوا لفرص. حاجه كانت مبهره في الحقيقه لعبد الله السعيد وهو حل كويس جدا للفرقه اللي هي لحد دلوقتي لسه تايهه ومش عارفه القوام الاساسي بتاعها ومش عارفه احسن 11 يلعبوها منه. والمدير الفني هو بابا فاسيليو مدير الفني لوادي احسن مدير فني في الجوله. احسن مدير فني في الجوله. طيب خلينا اقول لكم برضو انه الهاشتاج بتاعنا هو ترند على تويتر بفضل تفاعل حضراتكم معانا خلال الحلقه. عز وعمر في جمهور الثالثه. هنفضل دايما مكملين ونحاول قدر المستطاع ان احنا نطور ونطوع دايما الفقره علشان تشوفوا فيها حاجات مختلفه. هي ما بقتش فقره الحقيقه، بقت برنامج، وبرنامج محترم بنشرف بيه وبنسعد بيه جدا جدا مع عز وعمر وتامر وعماره، وسعداء جدا جدا بردود افعال حضراتكم على كل حاجه بتحصل خلال هذا البرنامج وخلال يوم الاثنين العظيم. هو لو عظيم فهو عظيم علشان حضراتكم بنشرف بان انتم بتتابعونا. يا كابتن احمد بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم. متشكرين قوي على اللقطه العظيمه دي. بس انا كنت خايف عليك بس واضح انها تعدي. ربنا يستر. اشكرك شكرا جزيلا يا عمر. ربنا يخليك. انا مبسوط جدا. اسبوع مميز جدا يا عمر يعني. نشكرك شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا ومش عايزين نشوف وش حاجه. حسيت ان الثالثه دي اللي هي ايه؟ حسيت الوداع. اشكرك شكرا جزيلا وما تجيش تاني. حلقه تخصص النهارده بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر فريق العمل بالكامل. تصبحوا على الف خير. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله من يوم الجمعه. دايما برنامجنا من الجمعه للاثنين. تصبحوا على الف خير. سلام.